يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي أن أطلب العلم على رجل قد تلقى علمه من الكتب والأشرطة للعلماء الربانيين؟ لا، هذا ليس عالما، وإنما هو متعالم ويفهم، في الغالب أنه يفهم خطأ وهلا يؤخذ عنه العلم. العلم مثل النسب، عن فلان عن فلان عن فلان، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.